البتنجان البشاميل بطريقه سهله وسريعه ولذيذه جدا. عندي البتنجان هكون مقطعه زي ما احنا شايفين، رش عليه الملح وكمان هكون محمراه. عندي الطماطم الشرايح، البصل الشرايح، الثوم، البقدونس، وعندي كمان الزبده. تعالوا نشوف كده هعمل ايه. والجبن المشكله طبعا هجيب كده هنا اهو، بصوا بقى الجمال ده، هحط هنا كده الزبده، وزي ما اتفقنا احنا عاملين مع بعض الايه البشاميل في اول الحلقه، ده اللي هكمل بيه نفس الطريقه. بحط الايه الزبده، بحط الثوم والزيت، وكمان بقوم حاطه كده المرقه بتاعتي او المكعبات، وببدا ان انا اقلب كويس قوي مع الدقيق، وبعدين بقوم مزوده عليه اللبن والكريمه، وافضل اقلب 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 لحد ما ياخد الكثافه او السمك اللي انا عايزاه، وبزود كمان رشه ملح وفلفل كده، بتبقى جميله جدا جدا. اهو كده تعالوا بقى هنا نشوف. هحط انا حطيت زي ما انتم شايفين الايه الزبده، وهحط الثوم، وبعد كده هقوم مشوحه بس البصله بتاعتي والطماطمايه بتاعتي كده. بصوا بصوا الجمال والحلاوه، ياخدوا تشويحه سريعه كده علشان انا بحب الحاجه جميله ومتحبشه وايه ومختلفه اهو كده كده كده. عليها بقى رشه الملح، رشه الفلفل الجميل اهو، مع الايه الخضره اللي بتديني ريحه وطعم ونكهه لا يعلى عليها. تعالوا بقى نجيب الصينيه، صينيه التقديم بتاعتي حلوه جدا، وهحط سنه زيت بسيطه جدا تحت كده زي ما احنا شايفين، وايه على طول كده، وهبدا ان انا اعمل رصتي كده، سريع سهل لذيذ، بس ياخد تشويحه حلوه وسريعه اهو كده. واقوم شايلاه على طول، وايه نبدا بالراس اهو كده، هو اتشوح مع التومه والزبده ملح والفلفل، اخد الله 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 على الجمال والحلاوه النكهه اللي احنا عايزينها. وهقوم جايبه هنا طبقات بتنجان اهو كده كده، حلو قوي قوي قوي. نجيب بقى الجبن المشكله، وايه نغطي كده شويه الجبن بتاعتنا بقى الحلوه من ايه من اول وصفه، ونشيل كل الحاجات اللي احنا مش هنستخدمها بعدين. عندي هنا كده بصوا بقى البشاميل جميل حلو كريمي، وايه بصوا جماله يا سلام. ابدا بقى انزل عليه بالايه بالبشاميل بتاعنا الحلو ده، يلا بينا اهو كده. وهحط الجبنه الموتزاريلا على الوش